ناقوس خطر يدق أبواب محافظة كركوك بسبب انتشار حالات الانتحار المتزايد. وبعد إعلان إحصائية لحالات الانتحار من كلا الجنسين من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتسجيلها نحو 206 حالة انتحار لفئات عمرية مختلفة وأسباب ظاهرة الانتحار وتزايدها تتخلص في عدة أسباب. النسبة اللي تم رصدها في عام 2019 هي نسبة عالية ومقلقة، 106 حالة انتحار في محافظة كركوك، دليل على وجود مشاكل أو معوقات تحتاج إلى جهود الجهات المعنية لحل هذه المشاكل والمعوقات. أكثر حالات الانتحار التي تم تسجيلها كان من حصة الطلبة ومن كلا الجنسين، وتقوم مديرية الإرشاد التربوي في مديرية تربية كركوك بجهود كبيرة لمعالجة هذه الظاهرة. احنا ما مغطين جميع المدارس في كركوك، عددنا نوعا ما قليل جدا، ويتركزون اكثر المرشدين التربويين في مركز المحافظة. والحمد لله طبعا احنا عندنا برامج وقائية تثقيفية اعلامية عن طريق الجلسات الارشادية، المرشدين قائمين بعملهم، وعندنا مرشدين متميزين وشخصوا هكذا حالات وتم علاجها. رغم محاولة احتواء ظاهرة الانتحار من قبل جهات رسمية، تحاول منظمات المجتمع المدني مساندة تلك الجهات للحد من ظاهرة الانتحار. يعني مع الأسف كركوك سابقا كانت الأولى بقلة المشاكل الاجتماعية، كانت أنظف محافظة على نطاق البلد ككل، ولكن الآن اللي نلاحظها نتيجة الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، قلة فرص العمل، أيضا إلى نتيجة الفساد، زادت من كثرة المشاكل والعبء على عاتق المواطن، يعني مما بدأ المواطن يلتجئ إلى يعني يتخلص من هذا الحياة بالطريقة اللي يعني يفضلها اللي هو الانتحار مع الأسف. ظاهرة الانتحار ظاهرة خطيرة ودخيلة على المجتمع العراقي عموما والكركوكي على وجه الخصوص، ولها مسبباتها كالعوز واليأس والحرمان، ومنها حالات مرضية. وعلى الجهات الرسمية وذات العلاقة البحث عن خطط مستقبلية وجدية لإيجاد مخرج للحد من هذه الحالة والابتعاد عن حلول ترقيعية. ظاهرة الانتحار بين جميع فئات العمرية في كركوك تعد ظاهرة خطرة على المجتمع، لذا على الحكومة العراقية والجهات ذات العلاقة وضع خطط مناسبة وضرورية وسريعة لمعالجة هذه الظاهرة. عدنان جاف، فضائية التغيير، كركوك.